نبدا كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار اللي معانا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع امبارح الموقف التنفيذي للاعمال بتجمع العمراني الجديد بجزيره الوراق، واكد اهتمام الحكومه بمواصله تنفيذ المخطط العام للتطوير بالجزيره ضمن جهود الدوله للنهوض بالمناطق غير المخططه وتزويدها بمنظومه متكامله من الخدمات. كمان امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكد حرص الدوله على تقديم مختلف اوجه الدعم للنهوض بقطاع الصناعه والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات اللي بيتم تصنيعها، وأيضا السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات. أخبار مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وجدد رئيس الوزراء تكليفاته بسرعة استكمال صرف التعويضات للمستحقين وفق الخطة الزمنية المقررة لإنهاء كافة التعويضات المستحقة، مؤكداً اهتمام الحكومة بمواصلة تنفيذ المخطط العام للتطوير بالجزيرة ضمن جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير المخططة وتزويدها بمنظومة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. ووجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك خطة زمنية للأعمال تتم متابعتها أسبوعياً، سواء لأعمال الإخلاء أو التعويضات وأيضاً مشروعات التطوير اللي بتتم بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، كما شدد على ضرورة عدم السماح بأي بناء مخالف بالجزيرة وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولة لإدخال مواد بناء بهدف البناء المخالف. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مسؤولي مجموعة العربي لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات، وأكد مدبولي حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم اللي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات اللي بيتم تصنيعها، وأيضاً السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات على أرض مصر تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا الصدد. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليل جديد تناول من خلاله ماهية علم الجينوم وفكرة إقامة مشروع الجينوم البشري وأهمية مشروعات الجينوم البشرية والتسلسل الزمني للجهود اللي تمت في إطارها وقيمة علم الجينوم في الرعاية الصحية وأهم التطبيقات الطبية له وواقع وتطور مشروع الجينوم المصري والأفاق المنتظرة منه. امبارح نظمت وزارة الداخلية الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة واستضافتهم بمحافظة السويس، ويأتي ذلك استمراراً لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيداً على دور الدولة ومؤسستها لبناء المناطق الحضرية الجديدة والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة نفخر بانتمائها للوطن. وتم على هامش الملتقى تنظيم محاضرات تثقيفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية اللي قاموا بزيارتها وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذه الإنجازات. امبارح أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة باعتماد خطط التأمين اللي بتشمل انتشار الأمن المكثف بمحيط اللجان اللي بتستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحان لمقر اللجان وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.